اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي tiftalk.com. ارحب بكم جميعا في مستهل هذه الدورة الجديدة التي سنشرح فيها بعض اساسيات الاي بي في جيم 4. اتمنى اني تنال الدورة اعجابكم. طبعا سنتحدث في هذا الدورة عن مجمل أشياء حول الاي بي فيرجن 4، العنوان وغيرها. بيكون تطبيق إن شاء الله على برامج المحاكيات. أتمنى أنها تنال إعجابكم. طبعا بحاول في هذا الدورة أيضا من تحسين اللهجة الخاصة بي، وأحاول أن أستخدم العربية الفصحى قدر المستطاع حسب ما تلقيناه من الاقتراحات من دورة برمجة الميكرو تيك سكريبت. خلونا نشوف مع بعض جدول محتويات الدورة، وأتمنى أن لكم الفائدة دوما معنا في قناتي tiftalk.com. دورة اي بي الاصدار الرابع، اعداد المهندس خالد احمد الملصي على قناة tiftalk.com. نتمنى ان انتم تشتركوا في القناة وتتابعونا ليصلكم جديدنا. الحلقة الاولى مقدمة عن ونبدأ عن الدورة. محتويات الدورة، بناخذ اولا كاول اول الدورة او الحلقة الذي بعد هذا الحلقة الذي تلي هذه الحلقة، سنأخذ أولا الأجهزة الشائعة المستخدمة في الشبكة، الروترات والسويتشات وغيرها. نبدأ عامة عن أجهزة الشبكات ومسمياتها. ممكن أن احنا نقول نبدأ عامة عن الشبكة، نبذة سريعة. طبعا الحلقة الثانية بناخذ تعريف الاي بي، عنوانه، هيئته، شكله، وبنتحدث فيها عن هذا بنتحدث فيها عن العناوين، كيف تعريفه، كيف شكله. نبذة عامة عن الاي بي، عن التعاريف، عن تاريخه، عن نبذة عامة عن الاي بي. بعدها بنتحدث عن عناوين الاي بي الخاصة المحددة في البروتوكول، ولما هي محددة هذه العناوين الخاصة. سنتحدث بعدها عن فئات العناوين او الادرس اي بي كلاسينج، ونتعرف على اقسامها واي منها الذي يصلح عندي في الشبكة المحلية واي الخاص بشبكة الانترنت وغيرها. بنتحدث بعدين عن ثم نتحدث عن قناع الشبكة الفرعية سبنت ماسك، ومن ثم بعدها بنعمل حلقتين على النظام العد الثنائي والعشري الباينري وديسيميل، كيفية نحوله سواء باستخدام باليد او باستخدام الآلة الحاسبة. بناخذ نبذة ايضا عنه. بناخذ ايضا بعدين نبذة عن البرايفت والبابليك اي بيز واستخدامات كل شيء منها، ومن ثم بناخذ السبنت، وبعد السبنت بناخذ النتورك ادريسنج فور فاريبل لينث الفي ال اس ام، ومتى وليش استخدامه وما هو وكيفية حسابه. بناخذ ايضا الويلد كارد ماسكينج او قناع الشبكة، ايضا بناخذه ونتعرف كيف نحسبه وكيف نضل على الاجهزة المتاحة لكل نطاق. بناخذ شرح لبرنامج محاكاة الشبكة. ما قد استقريت على برنامج محدد، بس ان شاء الله يكون بنحدد فيما بعد ونشرحه كامل. بناخذ عن تخطيط الشبكة، كيفية عمل مابينج للشبكة الخاصة بي، وناخذ تمارين حول بناء الشبكة، كيفية نبني الشبكة، وكيفية بيكون تقسيم العناوين، وكيف ندمج أجهزة وغيرها.
بعدين معنا تطبيق على برامج المحاكاة، وأيضا بناخذ بنتطرق أوامر الشبكة الأساسية الذي ممكن أني أستخدمها في نظام التشغيل. قد نضيف بعض الأشياء خلال الدورة غير موجودة هنا حسب حاجتنا أو حسب ما أشاهد من مستوى المتابعين الخاصين بالدورة، قد أضيف أو أزيل بعض الأشياء. أتمنى أنكم تتابعونا في الدورة في القريب العاجل، بنرفع الحلقة الأولى الثانية التي هي بعد هذه الحلقة، وأتمنى لكم الفائدة. وأذكركم أن هذه الدورات مجانية 100%. أتمنى لكم الفائدة، و هذه الدورة مجانية، الرجاء عدم تحميل الفيديو مشاهدتها مباشر من اليوتيوب. تحميل الفيديوهات من اليوتيوب لن نتمكن من معرفة مقدار ما يتم من مشاهدة من ساعات فعلية، ويتسبب لنا أيضا في بالإحباط أنه لا يوجد متابعة أو الدورة. أيضا الرجاء عدم إعادة تحميل الفيديوهات في أي قنوات أخرى أو مكان آخر. عند التأخر في الرد عليكم هذا حسب ظروفي الشخصية، أحاول قدر المستطاع أن أرد على جميع الاستفسارات. إن كان هناك أخطاء في بعض الأشياء الرجاء تنبيهي، فأنا من البشر والخطأ وارد. وأتمنى أنكم تتابعوا معنا هذا الدورة التي سننشئها ونستمر فيها معا، ونتمنى للجميع الفائدة. هذه تحياتي، خالد أحمد الملصي، قناة tiftalk.com.